عليكم. منذ بدء الأزمة السورية تحرص موسكو على إبقاء سفن وقطع من أساطيلها البحرية الخمسة في المياه الدافئة للمتوسط بشكل دائم، لا سيما في شرقه بالقرب من ميناء طرطوس السوري، مركز التأمين المادي والتقني والمعمل العائم التابع لأسطول البحر الأسود الروسي. وفق هيئة الأركان الروسية، فإن قطعا جديدة ستنضم إلى مجموعة العمليات الروسية الموجودة حاليا في المتوسط بنهاية أيلول سبتمبر الحالي، ليصبح عدد هذه المجموعة 13 قطعة، بينها طرادان صاروخيان وثلاث سفن إنزال، إضافة إلى سفينة استطلاع إلكتروني وسفن حراسة وسفن تزود بالوقود وأيضا منصة إصلاح عائمة. في هذه الأثناء حيث نتحدث، سفينة الإنزال نيكولاي فيليتشينيكوف تبحر في رحلتها الخامسة إلى المتوسط خلال سنتين. حمولة هذه السفينة تقارب 5000 طن، بينها 20 دبابة قتالية، 45 عربة مدرعة و50 شاحنة. أما طراد موسكو الصاروخي الذي يسميه حلف الناتو بقاتل حاملات الطائرات، فيصل شرق المتوسط أوسط الشهر ليترأس التشكيل البحري الروسي. هذا الطراد صنع عام 83 وهو مزود ب 16 منصة صواريخ فولكن بي المضادة للسفن. يكفي إطلاق 3 من هذه الصواريخ فقط لتدمير حامل الطائرات. طراد موسكو هذا سيحل محل مدمرة الأمير بانتيليف، هذه المدمرة المكافحة للغواصات من أسطول المحيط الهادئ، صنعت في كالينغراد عام 87 لتتمكن من الإبحار شهرا كاملا دون التزود بالوقود، ويمكن تزويدها ب8 توربيدات، إضافة إلى وجود 8 منصات إطلاق صواريخ مضادة للطائرات فيها تمكنها من إطلاق 64 صاروخا. وأيضا سطح هذه المدمرة معد هبوط وإقلاع المروحيات. أسطول كهذا متى اكتمل في المتوسط كفيل بحمل ما يعادي حلفاء موسكو على التفكير مرتين بخططه، لسيما بعد آخر كلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. السلام عليكم. وبهذه الجزئية